مساء فيكم حبايب الارض، مرحبا فيكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم احلى من فيديو امبارح. اليوم جايكم هيك بردة فعل هيك قطقطة لطيفة صغيرة مليحة على سما مروة. السلسلة الرمضانية بلشت، يلا خلينا نبلش. اوكي حبايب الارض، نشوف اليوم نعمل جولة بالشورتس اللي منزلها اوسع قناة. اول شيء نخرطش السماعات، روح على الفيديو. اوكي حبيب القلب، رجعت لكم. هاي هي قناة اوسي مثل ما موجودة قدامكم، فيها العديد من الشورتس. فانا حبلش اول شورت ونشوف شو حاطت اوسي. يلا خلينا نبلش. كنا عم صور فيديو هايد اند سيك بالثلج. اللي صار يا جماعة انه لانا كتير تخبت منيح وكان ثلج، يعني كان برد. يا هلا هون يا اسامة، ما شاء الله ثلاث الوان تليتابيس. اخضر، لونين، اخضر والريد الاحمر تليتابيس. فلما لقيت لانا لانا كانت ميتة. لانا كانت ما عم تحكي. الله يرحمها، جبانه مفتوحة. لانا كانت هيك صارت هي والثلج واحد. هيك الا شو خلص لان لقيناك. يلا قومي. ما قامت والله. هي هون طفينا الكاميرات واخذناها على الكلينيك، المستشفى. في الكلينيك ما فهمت معناها، بس انه مستشفى هوسبيتال معناها. السنو كانت لين عم تبكي. ليش لين؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اصبعتي تبكي ولا انت تبكي. قد ما بكيت لين صارت تعبانه اكثر من لانا. ام فاقت لانا وصارت تراضي لين. بنفس الوقت اجى الدكتور، الدكتور اجى بطل يعرف قال لمين المريض، مين المريض، ايش اسوي. صار بده يفحص حاله الدكتور، ضاع ما عرف شو يسوي. بعدين يعني الحمد لله كل شيء صار تمام. وطبعا بس هاي اللقطات ما نزلناها مشان يعني هيك احتراما وتقديرا. تتحمس، صرت تبكي، صرت تهز هيك كيف مثل حزات الكهرباء هيك. هنشوف الفيديو اللي بعده. اوسي برنامجك حلو. هنشوف اللي بعده. لعبة كيف شايفتيه بالتيك توك، لازم نطابق مع الكاسات اللي تحت. اوكي ماشي. كل ما تغيري راح يقول لك من ورا الكاميرا اذا جبنا شيء صح ولا لا. اوكي كم وحده صح عندنا لين هلا؟ صفر. صفر صح. يلا بعد حرك انا. هي وهي كمان صفر. وهي وهي صفر. كم هي صح؟ لا ما شاء الله. ها مين صح؟ مين صح؟ ما اعتقد عملنا هيك يمكن نفوز. فا والله انتم ما علي. فزنا؟ هلا هو اوسي عامل حركة حلوة ببرنامجه. شو؟ ضايف اكتيفيتيز للبرنامج انه هيك حركات ويابا ويلا وهيك التحدي واخر شيء بتخسر ناري. خلينا نشوف اللي بعده. كيفك؟ امتى عرسك؟ بكره. عم سؤالك كثير صعب. لك لا صعب ولا شيء، قليلة وخلصينا. اتصال بصديق؟ اتصال بخطيب. اتصال بخطيب. كيفك؟ اهلين. تغير صوته، بتعرف لي بيغيروا صوته لما يحكوا الخطيب؟ انا لو كنت ضفدع كنت حبيتني. يعني حسب ايش لون الضفدع؟ اخضر، ازرق، ازرق. ازرق اكيد ازرق. يا طب بيبي اعطي السؤال الخطير. عندي اتصال بصديق. امتى العرس؟ غير رايك. سياره لانه غير شكله. ماي لاف وير لايف. غير رايه. الصيفيه بالصيف. طب انا معزوم رامي ولا مو معزوم؟ اول معازيم معلم. اول ما عليك الله بيعرف يسلك. كفو. هاو از ايفريثينج؟ فيديو هون نارين. فيديو على صاحب الفيديو. كيفك؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ والفيديو والفيديو يا اخوان فيديو. خلينا نشوف اللي بعده. تطبيق جدا رهيب على النظارات هذه، خليني اورجيكم. هذه كلها مع بالنهايه هاي النظاره من شركه ابل، بتخليك تصير بالعالم الثاني. فينا نختار منها مثلا. هختار هذه المعزوفه. بالفيديو مو طبيعيه. طب فهمنا، ما زال بتعرف تعزف، لازم هيك شغل لك كل يوم بدون ما نحس. مستخدم حواسنا الخمسه بس يا ترى ايش ممكن يصير لو خسرناهم؟ اول حاسه اخسرها هي اللبس. ربطت شاش طب. بدكم هيك فيديو انه اخسر حواسي الخمسه؟ جرب لكم اياها، اعمل لكم هيك تحدي.
ربي على كل أصابعي وكان شيء كتير صعبني، مو قادر أحس بأي شيء بلمسه. عدا 6 ساعات من بداية التحدي وصار وقت أتخلى عن حاسة الشم. سؤال بس قبل ما نبلش، انت شامه هلا؟ انا شامه. قول والله، اقسم بالله العظيم اني شامه. فقدان السمع شيء كتير مخيف، لانه عاده الانسان بينتبه وبيركز من خلال الاصوات اللي حواليه، وبدون وجودها حيكون في هدوء جدا مرعب. سالنا دكتور مختص عن الدواء واللي من خلاله حتخلى عن حاسه التذوق لساعات. سمي خدر. وصلت لاخر جزء بالتحدي واللي كنت جدا متخوف منه، واللي هو فقدان النظر. حاسس بيك وحدانيه. كان تحدي جدا قاسي، والإنسان أضعف بكثير من أنه يتحمل هذا الشعور. صح خلص التحدي، لكن ما خلص الدرس. النعم كثيرة ولازم نحمد الله بكل رب العالمين. إذا كنت في نعمة فداريها داريها يا ابن الكلب، مو تروح تعمل عملية. يا ترى ايش ممكن يصير لو قررت افتح مطعم غريب بصالة بيتي؟ قررت افتح مطعمي الخاص وعزم علي أصحابي. فكرة مطعم هي glow in the dark، بمعنى أنه المطعم بالكامل glow in the dark، بيضوي في العتم، الطاولات، الزباين، وحتى الأكل. هلا هيك كيف الأكل يعني؟ إنه تخلي الأكل يضوي. خليكم عم تحضروا لآخر الفيديو لحتى تشوفوا كيف خلينا الأكل يضوي. بعدين فضينا الصالة وبدينا نجهز الطاولات والمنيو. هذا كل شيء كيوت. بعدها وصلوا أصحابي وبدأ التقييم. أول مرة بشوفها بدبي عن جد. 10 من 10. استخدمنا فيتامين بي 2 اللي بيخلي الاكل يضوي في العتم، وبعد دراسات بين لنا انه امن بكميات قليله، فهذا اللي سويناه. بس السؤال هو، يا ترى ايش ممكن يصير؟ تيم حلوه الفكره على فكره. شو حلوه الفكره؟ الفكره حلوه، لا حتى يجيب العيد، لا حتى يخبص. الخرافه بتقول انه مستحيل نطوي الورقه تماما هيك بالنص اكثر من 7 مرات، فهدفنا 8. خلينا نعد مع بعض. هي 1، هي 2، هي 3، هذه 4 5. بلش الموضوع يصعب. هذه 6. اوكي شكلها صارت. بدي اجرب انه الورقه ما بتنطوي من طويله. طيب هاي 1. طيب واي اقرب على الكاميرا هيك. 2. اوح لا، 1 2. وهاي ايوه 3. اكلنا. وهاي 4. ما بعرف اذا 4 4. وهاي 5 5. هاي 6. الورقة انطويت 6 طويات. بس اخ طقت، اصبر بس تخليها تنطوى. 7. اي طويت 7 طويات. طيب كان كيف الفيديو؟ هاي 7. بس بعملها 8 بكون اول واحد في العالم. ما بتسمع مستحيل مستحيل مستحيل. هذه ما هي خرافة. تتشي ممكن تصلوها 7. جربوها، إذا حدا فيكم قدر يوصل 8 يعمل لي منشن. أنا وصلت للـ7. هلا أحلى منشن بس ما وصلت للـ8. يلا خلينا نشوف بعده. عمل أكبر لعبة غميضة بملعب افتتاح كأس العالم. جاي حبيبي أحزا كثير. وصلت لي لكأس العالم لما ألعب كأس العالم. شبيك أنت؟ أنا شو؟ لك لا، شبيك أنت يا خيي؟ جماعة أكبر يوتيوبرز الوطن العربي، وسافرنا خصيصا على قطر. يوتيوبرز الوطن العربي، أنا يوتيوبر كلب. أنا مع يوتيوبرز حبيبي. نصور هذا الفيديو والفائز بيربح مبلغ مالي اللي هو 10,000 ريال قطري. 10,000 ريال قطري؟ طب ليش ما قلت لي أشارك معكم في التحدي؟ قسما بالله بقلب حالي نملة وبربح. جاهزين؟ 3 2 1 جو. قبل ما نبدا اللعبه كل يوتيوبر اختار شنطه فيها شيء صعب عليه الهرب لنهايه اللعبه. نارين طلع لها زمور وصفاره راح تضطر تستخدمها وممكن يفضحوا مكانها. انس ونشيط طلعوا فريق، يعني اذا واحد مسك الثاني بيتمسك كمان. شيرين طلع لها اجراس لازم تلبسهم طول اللعبه. غيث ونور مفكرين شنطهم فاضيه وما عليهم عقاب، بس بالحقيقه خبينا اير تاج عليهم. واكيد شنن اير تاج
اير تاج، اير تاج من هون. اهم شيء صاله هي الجاسوس، اذا بتعطيني اماكن الكل هي اللي بتفوز بالعشر تالاف. وبعد وقت كتير وبحث طويل وصلنا لاخر جولة. انتو اخر اثنين هلأ باللعبة، مو حابب احرق عليكم، فروحوا شوفوا الفيديو كامل لتشوفوا وين كل شخص كان متخبي تماما، وتعرفوا مين اللي فاز بالجائزة. اللي فاز بالجائزة غايس مروان. هنجيب بعده. شوفوا وراي اغرب رياضة في العالم. الرياضة هذه حرفيا عبارة عن استعراض لقوة سيارات. كل اللي عليك انك تحاول تصعد هذا التل ارتفاعه 300 متر باسرع وقت ممكن. شهر 12 من كل سنة هو وقت جدا مميز لكل عائلات الامارات. اجواء بتصير مناسبة اكثر للفعاليات الخارجية حتى يجتمعوا في هذا المكان تحديدا في ليوا ويتابعوا هذه الرياضة. كل هذه الفعاليات تتم سيارة حلوة تنظيمها من قبل الدولة. تحياتي للإمارات وعلم الإمارات، ممكن تستضيفوني عندكم؟ بتواجد الشرطة وتتضمن مهرجانات وألعاب ومناطق للعائلات والأفراد، وبتضل وجه الأهم لهذه الرياضة تل مرعب. وأنا جربت أطلع. لو شي يوم جيتوا ليوا هل ممكن تطلعوا على تل مرعب ولا لا؟ عم تشوفوا ورايا أوشي مروة عم بيصمم كبكات، أسامة عم بيصمم كبكات. يا عيب الشوم، هنفتح الكورن فليكس ونعد كم حبة في جوا. هذا هو الكورن فليكس المفضل، ولكن في تويست. على كل حبة رح نتبرع بدرهم لوحدة من الجمعيات. حطهم هيك، واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة عشرة. كانوا يسألوني شو بدك تصير بس تكبر، بصير عد. تعرفوا أنا شو كنت بعمل؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. على فكرة عم بعمل هيك لأني جوعان وصايم، الساعة عندي الساعة 12 الظهر لسه عندي 9 ساعات لأفطر. خلينا نشوف الفيديو بعد الكف. الفيديو كونفليكت 61 62 82 100 104 دراهم لهلا متبرعين فيهم. 105 200 271 200 شو طلع العد اصعب من ما تتوقع. 379 380 381 حبة كونفليكس. حنفتح الكونفليكس والله ونعد. والله توقعت يكونوا 1000 على فكرة والله. بس اوزي لا تعمل تجارب، والله العظيم لا تعمل هالتجارب لانك انت تهلكنا. انت خرافات بالبيض، حابب اختبره. خلوا بالكم البيض. ليش عم تختبر ساحر منذر؟ طيب شو دخل البني ادم؟ ليش عم تختبر ساحر منذر؟ ساحر منذر هو البيض البيض هذا اكسباير. الخرافه الاولى بتقول لا اكسباير كمان يعني منتهي مدته. ساحر منذر هو خلاص منتهي مدته. تخيل تكسر بيضة بإيد واحدة قد ما شديت عليها. شوف العضلة هذه، ليش مو راضي تطق؟ ايش هي؟ ليش مو راضي تنكسر؟ لولا صحيحة مو خرافة. لا البيضة والله ولا فيك، ما فيك انك تكسر بيضة بإيدك. ما فيك. جربوها بالبيت تقول لو طبخ. الخرافة الثانية بتقول انه لو حطيت البيضة بالكوح وشديت بأقوى قوة عندي مستحيل تنكسر. انا جدي اياها تنكسر فأجرب بكل قوتي. والله عم تطلع. ايش في؟ ايش مو راضي تنكسر؟ ليش مو؟ أول شي تحممت بعد الفيديو أنت؟ راضي تنكسر، ليش؟ أوكي هذه مو خرافة، جربوها كمان بالبيت. الخرافة الثالثة بتقول إنه إذا بتضرب بيضتين ببعض واحدة بس رح تنكسر مو الاثنين. طيب هي إكسباير، إكسباير، أنا بعرف شو هو البيض الإكسباير، البيض الإكسباير تكون ريحته وتكون يعني أنا اشتغلت بالبيض، ريحة البيضة بتكون بتقرف. مخي بيقول لي لازم اثنين ينكسروا. 3 2 1 والله واحدة بس انكسرت، هي ما صار ليش؟ اوه الريحة خربانين خربانين، لما بتعرف من الأول زهن الإكسباير. لا الريحة، بس شوفوا واحدة بس اللي خربت، ما هي خرافة، إيش في؟ البيض فاز علي. فعلا البيض فاز على، لا لا ما بدي أجيب لي، أوصي بدبي، أوصي بدبي، ما بدنا نجيب لي. أسامة مروة بدبي، ما بدنا نجيب العيد، نعمل فيديو، نتسلى، نجيب مشاهدات، نطلع ترند وبس. بعده. طيبة ها العصير. وردنا الآن تم الإعلان عن بطولة كأس العالم رياضات الإلكترونية، الحدث الأول من نوعه خلال المؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض. ما بيهمني، ما بدي أشارك. شوف اللي بعده. حاتم بيقول لنا إنه الخوذة بتحمينا، خلينا نشوف هل هذه خرافة ولا لا. عندي صديقي هون اسمه فيوز لابس خوذة مثل ما عم تشوفوا. 3 2 1
اهم شيء راسه يكون بخير. اوكي اوكي اوكي، شويه كدمات عايش. هلا خلينا نجرب بدون خوذه لنشوف هل حينكسر ولا لا. يا الله بيني، شوف شوف، تعال شوف تعال شوف تعال شوف وين. لو عم تطلع على بسكليت، لو عم تطلع على دراجة نارية، الكل يلبس الخوذة. ما هي خرافة يلبس الخوذة يا جماعة، يلبس الخوذة جماعة، صيروا نفس هذا صديق ولا أوسي. الفيوز راحت طول حياتي جماعة، تصيروا مثل صديقه. ها فيديو بعده دائما نقول لحالنا كم نفخة في البالون قبل ما يفقع. أنا حجر عشان ما تجربوه. أوكي شوف نظارات مشان ما يفقع بوشي. هنحط البالون، هنشغل الوقت. أوكي تعالوا نعد كم مرة. 1 2 3 4 ذكر حنا نكمل ليطق. 9 10 19 20 39 40 45 46 حتى اللي بالفيديو صح نفس الشيء. أنا لابس سماعة 68. انا كاني لاني كمان لابس سماعات. صح مع اللي صاح الصوت. مره فيكم تنفخوا البالون وقفوا على 67 احسن. يا داني دايما نقول لح الله ابداع ابداع يا برو ابداع، ترفع لك القبعه. بعده اكل اللبان او العلك ممكن ينهي يومك بسجن في هذا البلد. انا هلا بسنغافوره، واحده من الدول اللي فيها اغرب واشد القوانين في العالم. القانون الاول بيقول عليك غرامه $1000 في حال استخدمت دوله المياه العامه وتركتها بدون تنظيف. وليطبق القانون في مراقب عند الباب مهمته فقط يشيك وراك بعد الاستخدام. القانون الثاني انك ممنوع تتصل باي شبكه واي فاي مفتوحه في الشارع، ولو سويت هذا الشيء ممكن تتعاقب بعقوبه التجسس. التدخين ممنوع تماما في اي مكان عام في سنغافورة، مثل الحدائق الشواطئ أو حتى الشوارع. غرامة التدخين توصل $1000، وحتى في مخالفة إذا ما بتنظفوا الصينية بعد ما تخلصوا أكل. وصلنا لآخر وأغرب قانون واللي كلنا خالفناه من قبل، هو ممنوع أكل العلك أو اللبان في كل سنغافورة، وحتى ممنوع بيعها أو شرائها. والشيء الأغرب بالغرامة بتوصل $200,000. ايه ليش يعني مثلا اني اكلت علكة $200,000 غرامة، ولا اقوله اكتر من الدخان واكتر من شبكة الواي فاي ممكن توصل للسجن. وبالنهاية هل كنت متخيل انه لا ما كنت متخيل. يا ترى ايش ممكن يصير لو اختفيت لمدة 100 ساعة عن اهلي واصحابي؟ خليكم لاخر الفيديو لاني جربت هذه التجربة. بديت اجهز الفكرة قبل شهرين للفيديو حتى ما يكون في اي شك. ركبت كاميرات معلم، انا اذا بختفي سنه كامله ما حدا بيسال عني. ومين هذا كلب ضايع؟ لا تكون حمار. البيت حجزت فندق قريب واستاجرت سياره. من اول ساعه بالتحدي الاتصالات ما كانت توقف ابدا، وواضح من الكاميرات انه اصحابي اتصلوا بالمستشفيات. كنت جدا متحمس اكمل بالتحدي اكثر، لكن وصل موضوع الاهل وما حبيت يكبر اكثر من هيك، فقررت اكلم ماما واطمنها. كانت اول شخص بكلمه من 48 ساعه. أمك هاي أمك. أنا ماما. يا ماما كيفك؟ ماما فيديو. الله يحمي لك يا أوسي جد، الله يحمي لك الحجة، إن شاء الله دايما دوم تضل فوق راسك يا رب، ويحمي لي أمي كمان ويخليها فوق راسي. فيديو والله فيديو والله فيديو. بعدها حاولت كمل التحدي بس بعد 50 ساعة. لحظة، 73 72 ساعة عبارة عن 3 أيام، 10 60 ساعة مر من جنب البيت ما فيني فوت، فما ما فيني احكي مع حدا من اصحابي، لازم طنشن كمان. ولان مشاعر الناس اللي بحبهم اهم من اي فيديو، وقفت التحدي. حلو اوكي حبايبي قلبي، اوسي اتمنى منك تتقبل هذا الفيديو المتواضع الخفيف اللطيف اللزوز مثلك. حبايبي قلبي هذا الفيديو للمزح والضحك فقط، بس للتسلايه. وشكرا لكم، شكرا على هالدعم اللي عم تقدموا لي اياه، جد ما شاء الله دعم اسطوري دعم خرافي. وصلنا 6000 ورحلتنا طالع على السماء العالي مع جمهوري مو لحالي. حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. روابط حساباتي حتكون بالدسكربشن. تشاو.